هي بان انت تصنع الجزء ده، ده مش سهل خالص انه طبعا يحصل. انا عاوز اقول لحضرتك فعلا زي الفرقات الشبحيه جوين جويند ديت، دي تعتبر قطعه بحريه يعني ضخمه جدا. مصر وبالترسانه البحريه استطاعت ان تقوم بتصنيع يعني 3 من 4 بعد تنسيق مع الجانب الفرنسي. الهيئه العربيه للتصنيع فيها 13 مصنع، يعني مثلا فيهم مصنع اللي بيصنع الطائرات ومصنع العربات المدرعه. بيصنع الطائرات، طائرات من A to Z، من الـ A to Z بالظبط كده، من الالف للياء. بس بيعمل ايه؟ بيشترك مع جهات اخرى في توريد المحرك، في توريد قطع فنيه دي عايزه تكنولوجيا عاليه. لكن لما نيجي الباضي بتاع الطياره نفسه، الاجنحه، الكلام ده المصنع نسبة هو نسبه مهمه، نسبه كبيره جدا. وبالتالي اي دوله عندما تقوم بانتاج اي سلاح ما بيزيدش المنتج بتاعها عن 60 إلى 70%، والباقي كله اقتصاديا هو لها كده. في شركات متخصصه في المحركات، يبقى هنا بتجيب المحركات منها، وهكذا. انا شايف ان هذه ال 13 مصنع في الهيئه العربيه للتصنيع، والنهارده والرئيس وهو بيتفقد معرض الامارات ومعرض السعوديه، ده بيدينا رساله ان الثلاث دول الكبار دول وعلى قمتهم الهيئه العربيه للتصنيع اللي هي منشاه في بعد حرب اكتوبر علشان طبعًا تصنع السلاح للدول العربيه كلها. طبعا ده كان الغرض من انشاء الغرض. بيقول ان هو سيرجع تاني هذا الموضوع، وتكون الهيئه العربيه للتصنيع هي التي تصنع السلاح للدول دي. لكن الصناع اللي موجودين في الهيئه القوميه للانتاج الحربي دي بمصانعها، وفي الهيئه العربيه للتصنيع، وفي الشركه العربيه للبصريات، صناع دوله ما لهمش يعني فرصة ان هو يسافر بره عشان يطلع. طب احنا جبنا له كل الصناع بال 373 شركة، لما يطلع ويتبادل الخبرات الفنية طبعا، وممكن هناك عقود للتدريب مع تلك الشركات دي، ممكن جدا. الباحثين في مجال البحوث العسكرية، احنا عندنا هيئة كبيرة اسمها هيئة البحوث العسكرية، وفي هيئة التسليح، لما بيعملوا ابحاث مهمة جدا. احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده وهو بيستمع لضابط من هذه الضباط، وبيقول ان احنا بننتج سلاح ب 20% من تكلفه المنتج العالمي وبنفس الكفاءه وبنفس المعايير. 20%. وبالتالي الضابط المصري، احنا في حرب اكتوبر 73 في اسلحه موجوده لغايه دلوقتي بالحاله الفنيه والصيانه الفنيه اللي بتقوم بها كل منظومة التسليح في القوات المسلحة. احنا لما نيجي ندبر تسليح بندبره عن طريقين، يا اما التعاقد او التصنيع. وبالتالي التصنيع بيبقى فيه نسبة بالتعاون مع شركات عالمية، او بيبقى من الـ A to Z مع كل في على ارض مصر. احنا عندنا يعني عاوزين نقول ان مصر الان وبدخولها موسوعة التصنيع الحربي بتزود تصنيفها العسكري. احنا عندنا الجيش المصري هو الجيش العاشر على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور. طب لما يبقى في تصنيع عسكري وفيه معرض هو يعتبر الاكبر او من اكبر المعارض، يعني عايز اقول لحضرتك، في العالم في 17 معرض دولي للسلاح فقط بيتبوأهم معرض في فرنسا يسمى معرض لوبورجي، ومعرض في بريطانيا اسمه فانيبري. لما يجي المعرض المصري، عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، ولد عملاقا ولد عملاقا بعدد الشركات وعدد الزائرين اللي موجودين، وشايفين عمليه البلاننج او التخطيط لكل هؤلاء، كل واحد عارف جاي امتى، في كده كلاسيفيكيشن وفي تايم تيبل لهم. وموجود بنظام المعرض النهارده، بنقول للشباب ولشباب الجامعات لابد من حضور هذا المعرض. ليه؟ لحاجه مهمه جدا، زرع الولاء والانتماء عندما يرى شركات الانتاج الحربي